مشاهدي الأفاضل مساء الخير، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. العدد الأول من حصة معابر اللي هي حصة ثقافية ترفيهية تاريخية، من خلالها رايحين نزوروا أحد الأقطاب اللي صنعت الحضارة العربية الإسلامية، ألا وهي إسبانيا وبالخصوص الأندلس. إذن من قسنطينة نشد الرحال بكم إلى إشبيلية. سيفيا أو إشبيلية هي واحدة من أكبر المراكز التاريخية في أوروبا، وهي أيضا رابع أكبر المدن في إسبانيا، كما تعد القلب الاقتصادي السياسي والثقافي للأندلس. تقع إشبيلية في جنوب أوروبا على ضفاف الوادي الكبير. امتلاكها لتحف معمارية مرموقة ورصيد فني ضخم، إضافة لتاريخها الزاخر بالإنجازات البشرية المشهودة التي كانت بمثابة منعرجات حاسمة في بناء العالم الحديث، وأصالتها الفريدة التي تصادفك في عادات وتقاليد سكانها بين أزقتها الساحرة وشوارعها القديمة، جعلت إشبيلية بهذه المؤهلات القبلة الأولى على صعيد أوروبا، وهي اليوم مزار سياحي يلجأ إليه السواح من شتى أصقاع العالم. يعود تاريخ إشبيلية إلى أكثر من 2000 سنة كاملة، حيث كانت مطمعا للعديد من الشعوب التي تعاقبت عليها. فتح المسلمون المدينة سنة 712 ميلادي، وهي بداية العصر الذهبي لهذه الحاضرة. اشتهرت هذه المدينة أيام الحكم الإسلامي بانتشار الورشات الصناعية الخاصة بتركيب السفن وتجهيزها، إضافة لورشات صنع الأسلحة والذخائر. كان ذلك بناء على أوامر عبد الرحمن الثاني الذي أراد أن تنطلق منها الأساطيل البحرية أواسط القرن 9 الميلادي. من أشهر حكامها المعتمد بن عباد الذي جعلها عاصمة لدولة بني عباد، إضافة للسلطان أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي، هذا الأخير الذي كان وراء تشييد أهم معلم حضاري بالمدينة المسمى منارة الخيرالدا. في سنة 231 هجري بني سور المدينة ودار الصناعة التي لا تزال على حالها إلى اليوم. انتهى عصر إشبيلية الذهبي سنة 596 هجري بعد وفاة يعقوب الذي لقب نفسه بالمنصور، لتسقط إشبيلية في أيدي الملك فرديناند الثالث ملك ليون وكاستيا بعد حصار دام سنة و5 أشهر.
لينتهي ازدهارها الاقتصادي واستقطابها لأمهر الحرفيين وأشهر الفنانين وأكبر المهندسين المعماريين وأشطر التجار. لكن شواهدها الإسلامية لا زالت حية تتحدى نوائب التاريخ. سبيل المجد ما أنا فاعله أنا في سبيل المجد ما أنا فاعله عفاف وإقدام وحزم ونائل عندي وقد مرست كل خفية خفيتين تكذب واشين
أو تخيب سائل تعد ذنوب عند قوم كثيرة ولا ذنب لي إلا العلا والفضاء آيل وقاد وقد صار ذكري في البلاد وأنه كإخفاء شمس ضوءها متكامل فلما رأيت في الجهل في الناس فاشيا فلما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى ظن أني جاهل فيا موت فيا موت زور إن الحياة دميمة ويا نفسي جدي إن ظهرك هازل. مرحبا بكم، أهلا وسهلا في هذا العدد الأول من حصة معابر. وفي الحقيقة عندما نعود في حضرتكم لابد أننا نكون دائما وأبدا أوفياء، وكذلك نحاول أننا نفيدكم بقدر المستطاع. في هذه السهرة استضفنا لكم وجوه بارزة في العالم العربي، يتمثل الأمر في
أولا الأستاذ الفاضل سي أحمد جبار المعروف في الساحة الدولية واللي معروف في الجزائر بصفته كان وزير سابق للتربية الوطنية. مرحبا بك أستاذي الفاضل، وحصة معابر تتشرف بحضورك معنا. شكرا. كذلك معنا الأخ الوفي للتلفزة الجزائرية والأستاذ الفاضل المعروف بالأبحاث تاعو، خاصة منها ما يتعلق بالعصر الأندلسي اللي خاض فيه وجال وصال فيه وعنده ما يقول لنا في هذه السهرة اللي نتمناها لكم مفيدة. سي عبد الله حمادي مرحبا بك. أهلا بك، وأنا سعيد بوجودي في هذه الحصة. حبيت مباشرة نتكلم مع أستاذي الفاضل سي أحمد جبار، وكمدخل حبيت أنه يكلمنا على الواقع الأندلسي في العصر ربما اللي كان عرف ازدهار كبير خاصة من ناحية العلوم. حبيت نوضعه في القرن التاسع. حقيقة القرن التاسع هو قرن هام جدا، هو القرن الذي سيحضر كل العوامل التي تسمح لنا الآن أن نفسر يعني الأسباب التي سمحت للانطلاقة الأولى في الميادين العلمية طبعا بمفهوم العلوم الدقيقة، ويسمح لنا أن نتابع الخطوات الأولى ثم الخطوات الثانية في القرن العاشر ثم الازدهار الكبير يعني العصر الذهبي الأندلسي الذي هو في القرن الحادي عشر، حقا قرن المعتمد بن العباد وقرن علماء آخرين وأدباء إلى آخره. فالقرن التاسع هو الانطلاقة، بدأت بالبحث عن كل ما أنتج في أواخر القرن الثامن الميلادي وبداية القرن التاسع الميلادي في الشرق، وأساسا في عاصمة الأمبراطورية العربية الإسلامية وهي بغداد. فماذا أنتج؟ أولا مرحلة الترجمة سمحت تنقل علوم ما تسمى بالعلوم الأوائل، علوم دقيقة، فلسفة، تقنيات، من الكتب المكتوبة بالسرياني بالسنسكريتية عفوا أي لغة العلماء في الهند، من اللغة اليونانية، من اللغة السريانية، حتى من اللغة النبطية إلى اللغة العربية. ثم قبل انتهاء ظاهرة الترجمة التي دامت أكثر من قرن ونصف قرن من أواخر القرن الثامن الميلادي إلى بداية القرن العاشر الميلادي، فنشاهد الانطلاقة الأولى في الإنتاج المبدع باللغة العربية في ميادين مختلفة، وخاصة في علم الفلك، في الميكانيكا التي كانت تسمى علم الحيل، في الرياضيات، وفي ميادين شتى. أستاذي الفاضل، جيسك بعد ما سمعنا إلى معالي الوزير في شروحات عندها علاقة بالدينامية هذيك الأولية اللي خلقت جو علمي يعني اللي يقدر الإنسان يقدر عليه يقول عليه أنه مثالي، كيفاش يتصورها أستاذنا بمفهومها الاجتماعي البحث؟ يعني الحديث عن الأندلس حديث شيق، والأندلس كما أطلق عليها المؤرخون العرب المسلمون على أساس أنها الفردوس المفقود، أعتقد أن هذا المجتمع الذي تشكل من طينة تختلف تقريبا عن الكثير من المجتمعات، هذا الخليط أو هذا المزيج العرقي ما بين عربي وأمازيغي دخلوا فيما يشبه البحيرة من السكان المسيحيين الذين هم قوط أو حتى سلتيين من الشمال تا إسبانيا من أعراق متعددة، وقوامهم أنذاك حوالي 5 ملايين. فهذه الأعراق المتنوعة اندمجت في كتلة واحدة
بالحضور العربي الإسلامي. فلما استقر الوضع في الأندلس والتحق ما يسمى بصقر قريش عبد الرحمن الأول بعد المجزرة وبعد انهزام الأمويين في المشرق، استطاع هذا الشاب أو هذا الفتى الأموي أن يوحد هذه الصفوف ويشكل نوع من التركيبة الاجتماعية الجديدة في مجتمع نستطيع أن نقول أنه أوروبي، لأنه مجتمع في شبه جزيرة إيبيريا ينتمي إلى الثقافة اللاتينية الإغريقية، فحصل من الوهلة الأولى نوع من المزج بين هذه الثقافات التي ستهيئ المناخ الملائم لعملية الإبداع الخلاق الذي سيعرف به الأندلس وستتميز به الحضارة الأندلسية عن باقي الحضارات، وربما الفضل كل الفضل يعود إلى هذا التمازج في الأعراق، في اختلاف الأعراق، في تمازج هذه الأعراق، في اندماجها في بوتقة واحدة، في عيشها تحت مبدأ سيستمر وسوف يظهر ويبرز بشكل ملفت للانتباه، وهو ما تميزت به الأندلس من خلال حكمها المعروف بالتسامح، وهي تقريبا ظاهرة يشهد بها اليوم كبار الباحثين وكبار المثقفين في العالم أن الأندلس استطاع أن يخلق المجتمع المثالي التي يسود فيها التسامح ويسود فيها منح الفرص لكل من يمتلك موهبة إبداعية. فتقريبا هذه الأرضية التي تشكل المجتمع الأندلسي أيضا لها دور كبير فيما سيعرفه الأندلس في المستقبل من عمليات إبداعية خلاقة أصبحت يعرف بها الأندلس دون غيره من المجتمعات الأخرى. غرناطة بالإسبانية غرانادا كانت تدعى البييرا حتى منتصف القرن الثامن ميلادي. تسمية غرناطة أتت من أيام الحكم الإسلامي للأندلس بعد أن فتحها الأمويون عام 711 ميلادي وأسسوا قلعة غرناطة. من أهم معالم المدينة قصر الحمراء. في البداية لم يكن قصر الحمراء سوى جزء من مدينة الحمراء التي تشمل قصر الحاكم والقلعة التي تحميه، وكانت مباني دور الوزراء والحاشية تنمو مع الوقت حتى غدت قاعدة ملكية حصينة. ولما تولى زعيم البربر باديس بن حبوس حكم غرناطة قام ببناء سور منيع حول الهضبة التي شيدت عليها قلعة الحمراء، وقد تم الانتهاء من بنائه قبيل نهاية الحكم الإسلامي في الأندلس على يد يوسف الأول بين سنة 1333 وسنة 1353، ويحتوي على فناء الريحان الكبير، ويؤدي باب فناء الريحان الشمالي إلى بهو صغير اسمه بهو البركة. بهو السفراء وفيه كان مجلس العرش. فناء السر وبجانبه الحمامات الملكية، قاعة الأختين، قاعة الملوك أو قاعة العدل. قصر غرناطة جزء من معالم غرناطة الأثرية، بني على مكان مرتفع، ويعد قصر الحمراء من أحد أروع وأعظم الآثار الإسلامية المحفوظة حتى اليوم. ويرجع سبب تسميته إلى لون حجارته الشديدة الحمراء، ويرجع بناء الحمراء إلى القرن العاشر ميلادي، إذ يحتوي على أكثر من 6 أبراج و5 أبواب.
في وسط البهو نافورة الأسود الجميلة، على حوضها المرمري المستدير 12 أسدا من الرخام الجميل، تخرج المياه من أفواهها حسب النهار والليل. لقد بذل العلماء الغربيون الكثير من الجهود ليعرفوا أسرار تشغيلها. هي شاهد حي على براعة المهندسين المسلمين في القرن الرابع عشر الميلادي، الذين قاموا بتزيين الحدائق العامة والملكية بشتى أنواع الفوارات المائية التي تعمل في أوقات زمنية محددة. حبيتنا نولي لمعالي الوزير باش يزيد يحدثنا شوية على الإبداع العلمي. لابد أننا نعرف خبايا الإبداع وفرص الفرص التي تتيح خاصة للأعضاء المجتمع الأندلسي، ما هي الأمور اللي تخلي الإنسان المناخ اللي موجود اللي يخلي الإنسان يبدع، وش إبداع؟ باختصار هو بغض النظر عن الظاهرة التي لم تعطي إنتاجها، لأنه هذا الإنتاج يظهر في القرن العاشر، وهي ظاهرة تكوين فئة من رجال العلم. هناك ظواهر لامعة عندما نخرج من ميدان العلوم النظرية والعلوم الدقيقة إلى آخره، فهي على مستوى نوع من الإبداع في ميدانين: ميدان الحياة اليومية وميدان التقنيات. الحياة اليومية يعني خاصة طبعا في بيئة الخواص، يعني هناك الخواص وهناك العامة، ظهور إبداعات ونشاطات في الحقيقة تشهد على حيوية المجتمع لا على ذكاء شخص أو شخصين أو أشخاص، هي حيوية المجتمع والإرادة السياسية والثقافية للحكام ولكل ما هم حول الحكام، فخلقوا بيئة تسمح للأشخاص أن يغامروا في التجديد في العلاقات الاجتماعية في الحياة اليومية، ويغامروا في التقنيات. عباس بن فرناس هو الذي يعتبر عند المؤرخين المخترع لصناعة البلور الكريستال، هو الذي يعتبر الأول الذي تابع النشاط التقني اليوناني ولكن جدد فيه بإنشاء ساعة مائية، ربما هي الساعة المائية الأولى التي صنعت في الأندلس. هو الأول، وربما مساعدوه أيضا معه، هو الذي أنشأ قبة فلكية تسمح للمواطن المثقف أن يشاهد السماء ولكن بصفة اصطناعية، وأن تستعمل القبة لدراسة حركة النجوم وحركة الأفلاك. وأخيرا ولو هو معروف ولكن هام جدا على مستوى الرمز على مستوى التاريخ، هو الذي في تاريخ البشر، ليس في تاريخ الحضارة العربية الإسلامية فقط، تاريخ البشر، هو الذي طار في السماء وحاول الطيران لأول مرة. طبعا هناك أسطورة يونانية تقول أن إيكار هو الذي بدأ، وتبقى ربما أسطورة، ولكن هذه هي حادث تاريخي. وأنا أتيت بشواهد إذا سمحتم. عندنا شواهد من بين يعني أتوا بها شعراء وكتاب ومؤرخون، ومن بين هذه الشواهد لضيق الوقت عندي شاهد، هو شاهد
ابن سعيد المغربي لا الأندلسي عفوا، وشاهد لشاعر غير معروف. ابن سعيد الأندلسي في كتابه المغرب في حول المغرب، وهو يأتي بمعلومات أتى بها ابن حيان قبله مؤرخ كبير، فيقول فيما يخص هذا الطيران الأول، واحتال أي ابن فرناس، واحتال في تطيير جثمانه فكسى نفسه الريش على سرق الحرير، فتهيأ له أن استطار في الجو من ناحية الرصافة، يعني هو يحدد المكان، واستقل في الهواء، شيء عجيب، فحلق في السماء حتى وقع على مسافة بعيدة. سي عبد الله، الإبداع الثقافي ما هو خاص بالشعب البسيط واللي خاص بالنخبة؟ هو الأندلس كما قدمت، لأن الحديث عن التركيبة الاجتماعية مهم لفهم الأندلس، ولما كانت هذه التركيبة الاجتماعية متنوعة معنى ذلك أن لكل فئة لها ثقافتها ولها موروثها، وبالتالي فكل هذه الفئات قدمت ما تمتلكه من الثقافة ومن الموروث، وحصل نوع من الاندماج الكلي لكل هذا النوع من الثقافات، فكل هذا الخليط والمزج من الثقافة أنجب نوع من الجيل الجديد تميز بالذكاء وتميز بالتطلع وتميز بذكاء خاص وإبداع وموهبة خاص. فلما وصل عبد الرحمن واستقر الأمر وبدأت الحياة الثقافية تنجز وتهيأ، تقريبا نستطيع أن نقول المرحلة هذه الأولى غلبت عليها الثقافة العربية. ولما نقول الثقافة العربية أي أصبح الأندلسيون مولعون بتقليد ما يصدر في المشرق، وبالتالي في هذه المرحلة الأولى كما القرن الثامن كثرت الهجرات في الأندلس من أندلس إلى المشرق قصد التعلم والاطلاع على الجديد في المشرق والمجيء والإتيان بالكتب والنوادر الجديدة، فكل من يذهب إلى المشرق يحفظ على العلماء في المشرق ويعود ومعه الكثير من دواوين الشعراء والأدباء وغير ذلك. فتميزت هذه المرحلة مرحلة القرن الثامن بظهور شعراء أندلسيين، لكن شعرهم تقريبا يعتبر كأنه مقلد إلى شعر آبائهم وأجدادهم في المشرق، فكأنهم أرادوا أن يثبتوا هويتهم العربية الإسلامية داخل هذا المجتمع المتنوع، ويعلنون تقريبا انتماءهم الثقافي إلى المشرق، فظهرت ثقافة عربية الإسلامية وانتشرت القصيدة العربية. سحني خا خديك المطنار والروح من فارط الهوى في هوية بين الشجر عقلي مضى والروح مني فنيا بستن وراء افعو صوتا
هو وانا نبايع ما شفيت منهم خليل. الشمع والكاس يدور ما بينه أنا شربت الحب والصبر الجميل. عشقته وانا مع الاغصانيحين حين مالوا اميل. غنوا في كل حال لنبينوا اصابه لنبلغ أمله. تحكي البذور تجلى سبحان من نشاه سبحان ربي زناه وعالي القدر فقط محاسين هم كحوم حول بهيا. فعت على مطر خلى عقلي مثل ورقة فنية. نعود بكم للبلاتو بعد ما سمعنا إلى مقطوعة الأولى من قصيدة المعتمد بن عباد دمعي جارة. الشطر الأول منها هو وصف للظروف اللي جرت فيها هذه الأحداث اللي في الحقيقة هي أحداث من أنبل ما يكون، لأنها تمد فرصة للمشاهد والمستمع الكريم أنه يحضر إلى شعر بسيط جدا في نوع الزجل لكنه ملم بالحضارة آنذاك. في الحقيقة عندما نتكلم على شخصية اللي خلت تركت بصمة كبيرة في الأندلس
ولو نهايتها كانت مأساوية مأساوية كما نهاية العظماء، فلابد أننا نتكلم ونعطي حق هذه الشخصية اللي هو المعتمد بن عباد. كاين اللي يقول أن المعتمد بن عباد ماهوش هو اللي كتب هذه القصيدة اللي قاعدين نسمعوا فيها. احنا همنا أننا نوصل رسالة هذه القصيدة. أعطينا من فضلك يا سي عبد الله حقيقة هذه الشخصية. هذه الشخصية هي شخصية يعني أصبحت شخصية أسطورية، لأن لليوم إلى يومنا هذا المعتمد ما زال المثقفون الكبار من مختلف بقاع العالم وخاصة من الإسبان يعني يلهجون بما أنجزه وما حققه وما تركه، لأنه كان مبدع في القمة. هذا الرجل حتى يعرف المشاهدون يعني الكرام، القرن الحادي عشر ظهر فيها المعتمد بن عباد، معتمد بن عباد ورث ملك أبائه وأصبحت عاصمته إشبيلية، وبنى فيها القصر الشهير الذي لا يزال يسمى الآن باسم الكثار، يعني لم يستطيعوا تغيير اسمه لأنه يعني اسم على مسمى، فبقي هذا الاسم وأدخلوا عليه العربية اللي هي الكثار، وأنشأ فيها إمارة إشبيلية. المعتمد بن عباد شاعر وفنان وفارس ورجل شهم وكريم، يكفي أنه كما تقول، ولا أقول الأساطير وإنما الحقيقة، أنه تزوج بامرأة كانت تغسل على ضفة النهر بشطر بيت من الشعر، لما كان يتجول في النهر في الوادي الكبير، الوادي الكبير هو صديقه الشاعر بن عمار، كان يعني يقول الشعر على عادة العرب أنه قال شطر بيت من الشعر وطلب من ابن عمار، قال له أجز يا ابن عمار، فتلكأ ابن عمار ولم يستطع أن يأتي بنصف البيت الثاني، فنطقت امرأة كانت تغسل على ضفة النهر فأكملت له بيت الشعر فتزوجها وسمها اعتماد، وبعد أن تزوجها وأصبحت أم أبنائه سمها اعتماد، اشتق لها من اسمه اسما. صنع الريح على الماء زرد. أكمل البيت يا وزيري. صنع الريح على الماء زرد. أي درع لقتال لو جمد. لمن تكون هذه الحسناء يا وزيري؟ ربما من نعمة الناس. لمن تكون يا فتاة؟ جارية عند الرميك بن حجاج سيدي. أريدها زوجة لي يا وزيري. سمعا وطاعة يا مولاي. وتزوج معها زواجا أسطوريا خرافيا، بحيث جمع لها كل جمالية المملكة. نستمع معكم ولابد أن نكون حذرين في الاستماع إلى الجزء الثاني من قصيدة، قصيدة دمع جارة، لأن عقدة القصيدة راهي في هذا الجزء الثاني في شرح ثلاث كلمات يقول له: أشه الطلا الهيق والمنهمر. قالوا له عندما تفسرنا هذا ثم تقدر تتكلم معنا. نستمع معكم للجزء الثاني من هذه القصيدة الرائعة. موسيقى
كيف تنوج بين الشجر لمحة خيالي عندما نظرت لي حقيق وقالت يا ميلاح معنا بشر توجهوا نحوي كما البدر الشريق تحت الشجر قالوا وما جابك لي شيء لياليق اتنقلوا وبدوا حاولت عني يخلفوني وتغمزوا وبشافر ويت بالحسن يعذبوني عجزوني قالوا جميع اشرح لنا ما ينذكر ان كان معك حسن اللغة او القافية فسر لنا واختار منا الجارية الطراب وعسى نخبركم بما أنتم تطلبون
الجواب إن كنت أعتاد فهم أحنا لي وصليك نرغب تجاوزوا وعليا وتلاحفوا والغوالي وبقيت على الثانية مقتول بل انتصاري بحالي قال اقتصر نحن عزمنا للسفر انت تروح تقرا في بعض الزاوية تصير تفهم وتأتي بالخبر أرسل لنا نمشي معك للسنية ما نقتصر إلا نريد نطول معك في الخطاب اشتهر الهامره والملغازير من السحاب أما الطالة أفهموني شبال غزال فدات وطعموني وإذا تصير بتبات بالواصلين تزوني وراني غنمتك شمت قد فتتح جفنك ولا تغوط البصر واختار منا كيفك كنا جاريا عفنا نسير للقصار وتنال منا كل درجة عالية
جيت يا ميلاح الويلة معكم نوريت نسقى المدام على لذيد ألا تكون ونعيانا باكم وانا امشي دل قصيد وانا كما سلطان ما بينكم مثل عيد وانا نقابل في سنة وجنتكم قالوا الرقيب غيانب عنا في كل ليلة وانت رجعت صاحب وغنمتك بالوسيلة جلس على المراتب اختار منا خليلا وسغائلا حسني الزباتي والوتر فالروض واسغى إلا حسن القافية تقوم بدر بقاطف الزهر اجلس سنيعا فوق سوحني جابيا المعتمد يقرأ سلام لمن حضر ما دامت الدنيا وحسن الخاتمة. استمعنا إلى الجزء الثالث من القصيدة وكنتم قد استمعتم إلى الجواب اللي جابه المعتمد بن عباد عندما سئل على شرح الهيق والهمر والطلاق. أذكى من معتمد بن عباد في طريقة اللي أجاب على الأسئلة ما كانش، لأنه رطب الجو وأعطى الفرصة للجواري أنهن يعني يطربوه، ثم أنه جاوب، وعندما جاوب عرف أن قيمة المرأة في هذاك القصر راهي قيمة أدبية مثلى. نرجع معكم معالي الوزير، عندما وصلنا في الحديث على المعتمد بن عباد وحقه وكل المواصفات اللي يعني تكون نعت لهذه الشخصية المعتبرة العظيمة في هذاك الوقت، وصلنا تقريبا إلى المشارف
تاع القرن الحادي عشر ما يمكن لنا أن نتكلم في هذا القرن على ما وصلت إليه الحضارة من حيث المستوى الثقافي الراقي اللي وصلت إليه هذه الأمة. يعتبر القرن الحادي عشر الميلادي بعدما تفضل به الأستاذ اللي هو عصر المعتمد بن عباد وابن عمار وابن زيدون والشعراء الآخرين طبعا في الشعر، يعتبر هو أيضا عصر العصر الذي وصلت إليه العلوم الدقيقة والفلسفة يعني أوجها، والعصر الذي لحقت مستوى الشرق وفي بعض المواد يعني كانت أعلى أو يعني أبدعت كالإبداع الشرقي. نعم. وإبداع جديد في فترة المعتمد بن عباد وفي تلك البيئة التي طبعا هي تتسم بالتشتت السياسي وباضطرابات سياسية دائمة وبخطر القشتاليين، ونحن نعلم أن طليطلة سقطت في 1085 ميلادية، ففي نفس الفترة ظهرت فئة من العلماء البارزين مستواهم العلمي هو نفس مستوى العلماء الشرقيين الكبار وفي بعض الأحيان أعلى منه. فهناك في القرن الحادي عشر المؤتمن ابن هود، هو يعني كأنه مثل المعتمد بن عباد اللي هو ملك وشاعر كبير، هو ملك سرقسطة ورياضي كبير وفيلسوف. المؤتمن بن هود هو أيضا انتظر أن ينتهي حكم أبيه فطال حكم أبيه، فليصبر اهتم بالرياضيات والفلسفة، واعتبر وهو في شبابه من قبل مشاهد ذكي ودقيق وجدي وهو صاعد الأندلسي في كتاب طبقات الأمم الذي ألف في 1068 ميلادية، رانا في نفس الفترة، اعتبر المؤتمن بن هود هو ربما يأتي في المستقبل، وهو كان مازال شاب، يأتي بأشياء عجيبة في الرياضيات والفيزياء والفلسفة. وكان حقيقة ما يعني ما قاله صاعد الأندلسي وقع. وهناك ابن سيد مجهول تماما، عثر على بعض بصمات أعماله في العقود الأخيرة. ابن سيد من بلنسية، هو كان أستاذ الفيلسوف ابن باجة في الرياضيات، فالمشارقة نفسهم اعترفوا أن ابن سيد، مثلا ابن القفطي يعترف، ابن سيد أتى بهندسة جديدة، ليست بنتائج جديدة أو وسائل علمية جديدة، بهندسة جديدة، يعني كأنه باب جديد اخترعه. وحقيقة أنا شخصيا العبد الضعيف عثرت على رسالة كتبها ابن باجة لصديقه كان وزير في غرناطة، ووضح في 3 صفحات فقط ولخص إسهام أستاذه، وقال ابن باجة في الختام: فأستاذي لم يتمم عمله الذكي والجديد، فأنا مشروعي من بين مشاريع أتمنى أن يكون لي الوقت لأتمم هذا المشروع العظيم في الرياضيات، وانتظارا لهذه الفترة فأنا أعطي ملخص للمضمون. وهذا الملخص يدل بعد التحليل المقارن أن هناك طريق جديد فتحه رياضي كبير انطلاقا من تحكمه في كل الرياضيات. Thank you.
قرطبة بالإسبانية كوردوبا، مدينة وعاصمة مقاطعة تقع في جنوب إسبانيا. اشتهرت أيام الحكم الإسلامي وكانت عاصمة الدولة الأموية. من أهم معالمها مسجد قرطبة. فتح الأمويون المدينة عام 711 ميلادي على يد القائد المغوار طارق بن زياد. قدوم الأمير الأموي عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس الإسلامية عام 756 ميلادي جعل من قرطبة عاصمة له، وقد كان هذا بداية لعصر قرطبة الذهبي. حيث أصبحت قلب بلاد الأندلس. وفي عصر عبد الرحمن الداخل بدأ العمل في تشييد جامع قرطبة الكبير الذي لا زال قائما إلى يومنا، يعد أحد أشهر معالمها الإسلامية. لقد أصبحت قرطبة في القرن العاشر من أهم العواصم الأوروبية، وأصبحت منارة للعلم والثقافة وعاصمة من عواصم الفنون العربية الإسلامية. وأنجبت قرطبة في هذا الزمان الشاعر ابن زيدون والشاعرة الأبوية واللادة بنت المستكفي والفقيه ابن حزم والعالم عباس ابن فرناس، كما انتقل إليها الموسيقار زرياب وأسس فيها دار المدنيات. تنازع حكام طليطلة وإشبيلية على قرطبة حتى استقرت المدينة بيد ملك إشبيلية الطموح المعتمد بن عباد عام 1078 ميلادي. من أهم معالم قرطبة الإسلامية المسجد الجامع، ويعد من أجمل ما أبدعه المسلمون في الأندلس. مدينة الزهراء التي أنشأها عبد الرحمن الناصر وسماها باسم زوجته، وقد احترقت تماما خلال حرب البربر عام 1020 ميلادي، ويجري حاليا محاولة ترميمها. الحمامات العربية، قلعة كالاهور وهي قلعة إسلامية تقع جنوبي الوادي الكبير، أدخل عليها الملوك الإسبان تغييرات وتحوي اليوم متحفا. بقايا أسوار المدينة وبواباتها، الناعورة وتقع بجوار الجسر الروماني. ولا يمكننا إلا أن نردد قول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. وأين قرطبة دار العلوم فكم من عالم سما فيها له شان. نحب نقول باختصار أننا وصلنا إلى نهاية هذه الحصة اللي نتمناها تكون حصة مفيدة للمشاهد الكريم، لأننا نصل معكم وبكم إلى نهاية العدد الأول من حصة معابر، وأنا كلي بهجة باستضافة الإخوان، واللي باسمكم جميعا نشكرهم على تلبية الدعوة أولا، ثم على المشاركة هذه المثالية اللي نتمنها دائما وأبدا ترجع لنا في تلفزتنا المحبوبة. نلتقي معكم في فرصة أخرى إن شاء الله، وإلى ذلك الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سلي همومك في ذي العشية، ما تدري باشية ياتيك الصباح. Mira qué motivo te echo yo pa' que me dé con la puña de la caña de Cobo. وفي الصحارقم دير الحمية أفني فنونك مع الملاح. Pero que mira qué motivo te echo yo pa' que me dé con la punta de la caña de Cobo. قوم اغتنم ساعات الهنية، ما الدنيا ما هي إلا مسار.